السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقي عليها كل شيء. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع والسفر للخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها هتقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزة، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا، يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان لجميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالفيديو اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، هتلاقوه موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل. الدولة المقدمة لهذه المنحة هي تايوان، طبعا دولة تعتبر من الدول القوية، يعني فيها تقدم وفيها حضارة، اقتصادها يعني قوي جدا. فيعني لو انتم مش عارفين قوي عن الدولة يا ريت تخشوا تقرأوا عنها، دولة تعتبر من احسن الدول الموجودة في قارة آسيا. الجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي جامعة اسمها ناشونال شينج كونج يونيفرسيتي، تمام؟ دي اسم الجامعة اللي مقدمة هذه المنحة، ودي جامعة حكومية وترتيبها عالي جدا على مستوى العالم وعلى مستوى قارة آسيا. المرحلة الدراسية الموجهة لهذه المنحة موجهة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني موجهة لجميع المراحل الدراسية. الناس اللي عايز تدرس الليسانس أو المرحلة الجامعية بكالوريوس تقدر، اللي عايز تدرس الماجستير أو الدكتوراه يقدر، تمام؟ الدول المتاحة للتقديم في هذه الفرصة، كل دول العالم متاحة للتقديم. لو أنت من دولة عربية أفريقية آسيوية تقدر تقدم للمنحة، مفيش أي مشكلة خالص. بالنسبة للتمويل الخاص بهذه المنحة، صراحة تمويل ممتاز. أول حاجة المنحة دي هتشمل لك رسوم الدراسة مجانا، المصاريف الدراسية أنت مش هتدفع منها أي شيء. تاني حاجة السكن الجامعي مجانا، ليك الحق في السكن الجامعي. لو أنت عايز تسكن جوه الجامعة هيكون بالمجان، لو أنت قررت إنك تطلع بره سكن الجامعة طبعا ده هيكون على حسابك الشخصي، ولكن السكن الجامعي هيكون مجانا. كمان هيكون في راتب شهري من 300 دولار حتى 500 دولار شهريا لطلاب البكالوريوس، هيتم إعطاء رواتب شهرية لطلاب البكالوريوس. طبعا من 300 ل 500 هتكون على حسب يعني جدارة الطالب، يعني هما انت لما يقبلوك هيقولوا لك احنا حددنا ليك الراتب الشهري مثلا 300 دولار 350 400 دولار، فهيكون تحديد الرواتب الشهرية على حسب يعني مؤهلات الشخص والتقديم الجيد وما إلى ذلك. وكمان هيكون بقى لدرجة الماجستير والدكتوراه، درجة الماجستير هياخده بما يعادل حوالي 3300 دولار، آسف 300 دولار، اللي هي بتعادل بعملة تايوان اللي هي حوالي 8000 وشوية. وكمان بالنسبة لطلبة الدكتوراه ليهم راتب محدد اللي هو 500 دولار، حوالي 15000 بعملة تايوان، تمام كده؟ يبقى دي الرواتب اللي هيتم منحها للطلاب. طبعا إضافة لدولة تايوان تسمح بعمل الطلاب بدوام جزئي في العطلات، يعني في الأجازات اللي هي الويكند تقدر تشتغل بدوام جزئي، تقدر تطلع مصاريف إضافية، وده هيكون برضو شيء ممتاز جدا. بالإضافة للدراسة في جامعة لها ترتيب عالي جدا وجودة تعليم ممتازة. التخصصات المتاحة في هذه المنحة عندنا تخصصات كتيرة جدا، عندنا زي الطب البشري موجود، الهندسة موجود، العلوم، الإدارة، الحقوق، كل التخصصات اللي بتقدمها الجامعة متاح ليك التقديم فيها، تمام؟ وطبعا هتلاقوا قائمة التخصصات كلها موجودة، بتضغط على كلمة هنا دي هيفتح لك قائمة التخصصات المتاحة في هذه المنحة. كل التخصصات هتلاقي هنا تقدر تطلع على كل التخصصات بكل كلية، مثلا كلية الطب هتلاقي كلية الهندسة هنا، كلية الطب هتلاقيها موجودة هنا، كل الكليات موجودة قدامك، تمام؟ تقدر تنضم للكلية اللي انت عايزها. طيب ده بالنسبة للتخصصات. عندنا كمان ملاحظة إن هذه المنحة ليس بها حد أقصى العمر، يعني لو أنت سنك كبير مفيش مشكلة تقدر تقدم للمنحة دي من غير وجود أي مشكلة. الأوراق المطلوبة للتقديم في هذه الفرصة، وركز معايا في الأوراق المطلوبة، مطلوب منك آخر مؤهل دراسي أنت حصلت عليه، شهادة التخرج بتاعتك، أو لو أنت في آخر سنة
مثلا من الثانويه العامه، او لو انت في اخر سنه من البكالوريوس او الماجستير وعايز تقدم للدرجه اللي بعدها، تقدر تجيب اخر مؤهل دراسي حصلت عليه اللي هي شهاده السنه يعني الاخيره اللي انت حصلت عليها، وتقدر ترفقها كاثبات لاخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. مطلوب منك صوره الهويه الشخصيه او جواز السفر. في حاله عدم وجود جواز سفر بيتم ارفاق الهويه الشخصيه اللي هي البطاقه الشخصيه يعني. كمان مطلوب منك تعمل حاجه اسمها خطه دراسيه، تمام؟ تجهزها وتكتبها بشكل كويس في شكل طبعا ملف وورد. مطلوب منك كمان 2 خطابات توصية، بالإضافة كمان مطلوب شهادة اللغة الإنجليزية. ولكن هنا هم ما حددوش بالشرط، يعني كانوا كتبوا على الموقع إن ممكن شهادة اللغة الإنجليزية تكون زي التويفل أيلتس أو أي شهادة تانية بتثبت إتقانك أو بتثبت مستواك في اللغة الإنجليزية، أو لو حضرتك درست مرحلة سابقة باللغة الإنجليزية فأنت معفي من شهادة اللغة، بتثبت لهم، بتجيب ورقة بتثبت إنك درست المرحلة السابقة باللغة الإنجليزية، وأنت كده بتكون اتعافيت من إرفاق شهادة اللغة. كمان مطلوب منك السيرة الذاتية بتاعتك، السي في بتاعك يتم إرفاقه أيضا في أبلكيشن المنحة. آخر موعد للتقديم في هذه المنحة هو 10 أكتوبر 2020، هيتقفل باب التقديم لهذه الفرصة. هنا عندنا ملاحظة إن احنا قناة منح من كل الألوان، طبعا بنوفر خدمات كتيرة جدا بجانب عرض المنح. طبعا أول خدمة عندنا خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، يعني لو عايز تقدم في المنحة دي من خلالنا متاح. تاني خدمة خدمة تجهيز الأوراق بشكل عام لأي منحة. تالت خدمة التقديم لأفضل وأرخص الجامعات في أفضل الدول للدراسة في الخارج على حسابك الشخصي. ولو انت طبعا عايز اي خدمة من ال3 خدمات دول، هتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فبرجاء انك تشوف الخدمة المناسبة اللي انت عايزها وتملى الاستمارة الخاصة بيها، ما تملاش اي استمارة تانية مختلفة. هنا هتلاقي الاعلان الرسمي للمنحة انا حاطط لكم، وهنا ده ابلكيشن التقديم. تعال نبص سريعا كده على الاعلان الرسمي. هتلاقي في الاعلان الرسمي كل التفاصيل اللي انا قلتها. ده موقع الجامعة الرسمي، وهنا ده قائمة المنح اللي بتعرضها الجامعة. عندهم منح كتيرة جدا، منحة حكومة تايوان ومنح أخرى، ولكن المنحة اللي هيتم التركيز عليها هي هذه المنحة، تمام؟ فهنا عندنا أنواع كتيرة من المنح، المنحة دي هيتم التركيز عليها، وكمان في منح تانية للطلاب اللي هيكونوا تبع تخصصات الهندسة زي الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، هيكون ليهم رواتب إضافية، تمام؟ فدي كلها منح مختلفة موجودة عندنا، وتم ذكر جميع التفاصيل في صفحة الموقع الرسمي. طيب دلوقتي نروح لأبليكيشن التقديم للمنح. هتضغط على كلمة قدم الآن، هيفتح معاك أبليكيشن التقديم عشان تقدم فيها زي المنح. أبليكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا انت كمستخدم جديد محتاج الأول تسجل على موقع المنح. هتروح تعمل ايه؟ تضغط على كلمة ساين اب دي عشان تسجل على موقع المنح، تمام؟ لما تضغط عليها تكتب هنا الايميل بتاعك، تعمل كرييت الباسورد، تعمل الباسورد وتحط الكود اللي هنا ده، وتضغط على كلمة سبميت. لما بتضغط على كلمة سبميت بيدخلك يسألك شوية أسئلة بعدها، إن أنت لازم ما تكونش أحد أبويك لهم الجنسية تايوان، إن أنت تكون مقيم حاليا خارج تايوان، بعض الأسئلة كده. وبعد كده بتفعل الإيميل بتاعك والباسورد، وبتاخد الإيميل والباسورد ده وبتحطهم هنا، وبتكتب الكود اللي هيظهر لك هنا، وبتضغط على كلمه لوجن، وبعد كده بيدخلك للابلكيشن. طبعا انا دلوقتي مش هقدر اوريكم الابلكيشن من جوه ازاي، لان انا بالفعل مليته، فبالتالي ما بيظهرليش. ولكن انا يعني طبعت الملف بعد لما مليت الابلكيشن، وعايز اوريكم الملف او الابلكيشن ده بيكون فيه ايه، ايه الاسئله اللي بتكون فيه. ده الملف بيكون فيه بعض الاسئله. انا طبعا حطيت اي صوره شخصيه هنا، هيطلب منك الصوره الشخصيه تكون ظاهره بالشكل هنا. تكتب اسمك بقى في الخانه الاولى دي، بيطلب منك المعلومات الشخصيه بتاعتك، تكتب اسمك، اسم العائله، الايميل بتاعك، المكان اللي انت قاعد فيه حاليا. هنا الخلفيه التعليميه بتاعتك السابقه، المدرسه اللي انت درست فيها والجامعه اللي انت درست فيها لو كنت مثلا مقدم على درجه ماجستير او دكتوراه، وتختار طبعا التخصص اللي انت عايز تقدم عليه. وهنا تحط التوصيات، خطابات التوصيه تحطها، تثبت قدرتك. بيقول لك يعني هنا بيسألك عن اللغة الإنجليزية بتاعتك، مستواك فيها، بيسألك عن اللغة الأصلية بتاعتك اللي أنت بتتكلمها، لو بتعرف اللغة الصينية دي برضو ميزة إضافية. وهنا لو عندك خبرات عمل بتضيفها، بيسألك بعض الأسئلة هنا، إزاي سمعت عن المنحة دي، وهكذا، تمام؟ يبقى ده بالنسبة للأبلكيشن، هتلاقي فيه أسئلة بسيطة. وبعد لما حضرتك بتملى الأبلكيشن ده، يعني اللي هيظهر لك على موقع المنحة الأبلكيشن ده، بعد لما بتملاه بيطلع لك زي سيريال نمبر، انت بتحتفظ بالكود ده،
وبعد كده بيدخلك لصفحة بتحط فيها الوثائق بتاعتك، لأن طبعا الوثائق ما بترفقش يعني في نفس الجزئية، بترفق في سيكشن لوحده، بترفق بقى شهادة تخرج وما إلى ذلك. وبعد لما بترفق الشهادات والأبليكيشن بيكون مكتمل، في نقطة إن في رسوم للأبليكيشن لازم يتم دفعها قبل ما بتعمل سبميت نهائي وبتبعت الأبليكيشن للمنحة. في رسوم أبليكيشن بتعادل حوالي $60، فأنت بتدفع الرسوم دي وبعد كده بتضغط على كلمة سبميت وبيوصل الأبليكيشن بتاعك للمنحة وبتنتظر رد المنحة عليك. تمام كده؟ يبقى عملية التقديم للمنحة سهلة ومنحة ممتازة، التنافس عليها مش كبير، فبالتالي أنت فرصتك ممكن تكون أكبر، بالإضافة كمان إنها تقبل طلاب كتير وجامعة بيها طلاب أجانب كتيرة جدا، فيعني حاجة مميزة. فلو حابين تقدموا لها يا ريت. آخر موعد 10 أكتوبر 2020، وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.